السلام عليكم. اليوم رح نعمل وصفة المهلبية، وبنحتاج لخمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة، كوب من السكر، لأربع كوب من الحليب، ملعقة من المي زهر، وملعقة من المي ورد. منضيف النشا والسكر، بحطهم على النار وحركهم بشكل متواصل. المهلبية بهيدا القوام، هلأ بهالمرحلة طفيت النار عليها وحضيف المي زهر والمي ورد وبحركهم. المهلبية هي وسخنة، رح اسكبها بالكاسات، وبعدين بترك الكاسات برات البراد لحتى يصيروا بحرارة الغرفة، بعدين بحطهم بالبراد لمدة ساعتين لثلاث ساعات. المهلبية صارت جاهزة للتقديم، وأنا تركتها بالبراد ليلة كاملة، وهلأ قلبت الكاسة على صحن وزينتها بالفستق ومربى الفريز. وبتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. Please like, share and subscribe. Bye.